أول عيد فطر يمر على الأردنيين في زمن انتشار فيروس كورونا. محال تجارية أغلقت أبوابها وأخرى فتحت بحثا عن الرزق، لكن المشهد الأبرز في هذه الأسواق هو حالة الركود. عبد الهادي أحد أصحاب هذه المحال التجارية في منطقة وسط البلد القديمة، مرحبا بك. أهلين، أهلا وسهلا. أهلا، كيف هو الإقبال هذا العيد؟ والله ما في إقبال بالمرة، ما في إقبال ولا في شغل ولا في أي شيء. يعني هاي نحن فاتحين بنفتح ومسكر زي ما احنا، يعني المدة اللي أعطونا إياها بسيطة جدا. يعني المفروض يعطونا أجنوا إياها من أول رمضان، أجنوا إياها لبعد يعني من الساعة بعد الفطور لو لغاية الساعة 12. يعني بيكون في شوية حركة، الواحد بيقدر يسكر التزاماته وبيقدر يسكر مصاريفه وبيقدر يسكر الديون اللي عليه، بس في الحالة هاي الواحد ولا بيقدر يسكر إشي. والله يسترنا ما بعد العيد، ما بعد العيد الله يسترنا يستر جميع تجار البلد. ورغم حالة الخوف في الأسواق إلا أن فرحة العيد لم تغب. والله احنا هسه بالوضع الحالي كوننا يعني نقدر نعتبر حالنا بحظر يعني او بحجر يعني بالمعنى الاصح، فكل عيلة ان شاء الله بتحتفل في داخل كل اسره داخل البيت. هاي العيد بضل عيد يعني ما فيها، بس اللهم انه هلا شغله الحجر رح نضلنا في البيوت بنعايد على التليفونات، يعني بنحكي مع حبايبنا وقرايبنا. فرحه العيد موجوده ولا غايبه؟ طبعا طبعا موجوده. عيد معقول ما نفرح يعني؟ ومع استمرار الإجراءات الرسمية للحد من انتشار فيروس كورونا، تبقى أبواب المساجد والمطاعم والمقاهي مغلقة حتى إشعار آخر، مع فرض حظر شامل للتجوال طيلة أيام العيد. حيدر العبدلي، الحرة، عمان.